هذه مناسبة باش نناقشوا يعني شنو هي القيم، شنو هي الآفاق، شنو هو التموقع، شنو هو كذلك يعني العرض السياسي اللي غادي نمشيو به في المستقبل ان شاء الله. وهذه مناسبه باش نتكلموا كذلك على يعني النموذج التنموي اللي بغاه صاحب جلاله واللي خصها تشوفوا البلاد باش نتفقوا داخل الحزب وداخل يعني نسمعوا العود ديال الاخوان اعضاء ديال الحزب ونحاولوا نجيبوا واحد يعني لا بلاتفورم اللي يمكن تجيب رؤيه موحده على كيفاش كنشوفوا المستقبل ان شاء الله.